زواج القاصرات، إحدى الجرائم الإنسانية التي ترتكب ضد الفتيات الصغار، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وقتل البراءة الطفولة وصرخة الأمم للحقوق والحريات. ومثلما يمثل تجنيد الأطفال انتهاك لحقوق الأطفال من الذكور، فإن زواج القاصرات يمثل انتهاك لحقوق الأطفال من الإناث. ولكن زواج القاصرات يحدث في كل البلدان بعكس تجنيد الأطفال الذي تحدث في البلدان التي فيها صراعات فقط. أكثر من 700 مليون طفلة في العالم تزوجت تحت سن 18 سنة يعانون الآن وهم على قيد الحياة. أكثر من 150 مليون رجل في العالم يعاني من زواج القاصرات. في كل عام تتزوج 15 مليون طفلة قبل سن 18 سنة، وفي الدقيقة الواحدة تتزوج أكثر من 28 طفلة، يعني في كل ثانيتين فتاة، يعني في كل دقيقة نخسر عشرات الفتيات. معدل زواج القاصرات في العالم قد يصل إلى 1.2 بليون طفلة في عام 2050 إذا لم يتم إيقاف هذه الزيجات، وهذا يترتب عليه عواقب وخيمة على العالم في مختلف المستويات. لا يخلى أي بلد في العالم من هذه الظاهرة القاتلة لحقوق الإنسان، وخصوصاً في البلدان النامية. هنا سنوضح مدى خطورة هذه الكارثة على حياة الفتيات التي تباع لتغتصب تحت مبرر الزواج. إن زواج القاصرات واحد من أشكال العبودية والرق في العصر الحديث، ففي معظم الحالات يكون دافع الأب والأسرة لتزويج ابنتهم هو المال، كما أن زواج القاصرات هو نوع من البغاء والمتاجرة الجنسية بالأطفال، وشرعنت هذه الجريمة تحت يافطة الزواج. قضية زواج القاصرات أصبحت قضية رأي عام دولي، لأن كل فتاة صغيرة تزوجت تعيش حياة قهر وألم وظلم بكل المقاييس. لا يحق لأي أحد أن يقتل فتاة بالزواج، وهذه الظاهرة جلبت لنا ضحايا كثر من الأجيال السابقة، ولا زالت تقتل وتدمر النسيج المجتمعي في حياتنا إلى اليوم. أسباب زواج القاصرات: عادات وتقاليد ظالمة وقاسية ومؤلمة. أصبح آباءنا ضحية لهذه العادات الخاطئة التي تقتل الفتيات، ولا زالت تفتك بما تبقى أكثر فأكثر. فمعتقدات الآباء أن تزويج الفتاة وهي بعمر صغير يعتبر حفاظاً على شرفها ومستقبلها وحمايتها من العنوسة، كما حدث مع أسلافهم، متناسياً أن الزواج يقتل مستقبلها ويدمر حياتها ويحرمها من التعليم ويساهم في تخلف المجتمع. الفقر الذي يعتبر مبرر لهذه الزيجات، فتزويج الفتاة من أجل المال يعتبر متاجرة بالأطفال، فالتاجر يتقمص دور العريس والبائع يستغل دور ولي الأمر، وهذه الحقيقة المرة التي يتجاهلها المجتمع. والسلعة للأسف الشديد فتاة صغيرة لا تفقه شيء. النزوح والحرب تولد ظواهر مخيفة ومشاكل كبيرة في انعدام الأمن. فمثلاً في الصومال وسوريا والعراق واليمن يزوجون ابنتهم لجندي أو لأي رجل من أجل أن يحميها ويتخلي الأهل عن مسؤوليتهم والنفقة عليها، وهذا ما يحدث في كثير من البلدان التي يحدث فيها نزوح وكوارث وحروب. عدم المساواة بين الجنسين واعتبار الفتاة عار يجب التخلص منه بالزواج، وإخلاء مسؤولية العائلة من أخطاء قد تقترفها خارج إطار القانون والعرف المجتمعي، مثل نوع لبسها أو احتشامها أو إكمال تعليمها. الأضرار المترتبة على زواج القاصرات: حسب دراسات موثوقة، أغلب الفتيات تنتهي حياتهم بالموت عن طريق الولادة أو الحمل بسبب عدم قدرة جسدها على التحمل. هناك مجموعة قضايا تضر بالفتيات إذا عاشت بعد ذلك وتنعكس على المجتمع. أولاً، حرمانها من حنان الوالدين فتنهار نفسياً وعاطفياً. عندما يصبح الآباء في سن الشيخوخة ويحتاجون إلى عون أبنائهم، يجدون عقوق بسبب تذكر فتياتهم للمعاناة التي عانوها ووجدوها في طفولتهم، وتصبح الصورة الذهنية لأي فتاة عانت من ظلم زوجها أو حرمت من التعليم لا تمحى بسهولة وترافقها طول حياتها. وتجد الآباء يقدمون اعتذاراتهم بشكل متكرر لفتياتهم بسبب هذه الزيجة، وهو ما يجعله في تأنيب الضمير لما له من عواقب وخيمة على المجتمع. بينما الفتيات التي أكملوا تعليمهم يصبحون أكثر وفاء لآبائهم، لأنهم يشعرون بالفخر لما بذلوه آباءهم من تحمل وصبر لمسؤولياتهم في إكمال تعليمهم وتربيتهم ومقاومتهم للعادات والتقاليد الخاطئة، وتصبح الأسرة أكثر الأسر تكاتف وتماسك وود. ثانياً، ترك دراستها أمر إجباري. لو افترضنا أن زوجها سمح لها بإكمال دراستها لأسباب عدة، منها 1، العادات والتقاليد والتي تفرض على الفتاة المتزوجة أنها تجلس في البيت وتطبخ فقط ولا تخرج إلا إلى قبرها. 2، الحمل والولادة، تجبر الفتاة على البقاء في البيت وخصوصا إذا كانت أيام الاختبارات. 3، نفور زميلاتها، فالعادات والتقاليد تنفر الطالبات من الفتاة المتزوجة ونبذها في التعامل المدرسي، والخوف من إفشاء العلاقات الزوجية للطالبات، والكثير من الأسباب التي تضع الفتيات في أوضاع لا تحسد عليها. 4، خلق مجتمع متخلف ذهنيا، إذا الطفلة تربي طفل هذا يعني قاصرة تربي قاصر،
يصبح لدينا مجتمع قاصر ذهنياً وبدنياً. والمثل الشهير: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق. هذا المثل كافي بأن نجعل لأبنائنا أمهات بمستوى عالي من التقدم والرقي والثقافة والعقل والفكر، بحيث يصبح لدينا أبناء خرجوا من مدارس ريادية، وهذا مستحيل أن تتوفر في فتيات قاصرات. فمن يختار طفلة تكون أماً لأبنائه لا ينتظر مجداً لمستقبلهم. أن تكون أم أولادك طفلة سيكون أطفالك لعبتها. فأي مجتمع سيكون حضارياً إذا أمهم سلبت طفولتها وأحلامها وحرمت من تعليمها؟ رابعاً، خلق مجتمع مشوه خلقياً. أغلب القاصرات ينجبن أطفال مشوهين بدنياً بسبب عدم اكتمال بنيتها وتحمل جسدها على تغذية الجنين، وهذا يترتب عليها الكثير من المعاناة للأبوين في تحمل مسؤولية وهموم أكبر من العلاج والمتابعة والتكاليف وزيادة عبء على المجتمع وعلى الدولة أيضاً، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الطلاق وتيتم الأطفال وتمزيق الأسرة وانتشار الأمراض والأوبئة واتساع مساحة الفقر. سلسلة من المصائب تضاف إلى مجتمع يعيش في عصر متقدم تكنولوجياً، أحلامه وطموحاته، السلام والتنمية والنمو الصحي. مؤسسة ندى رصدت الانتهاكات ضد القاصرات لعام 2017 ميلادي ما يلي: أكثر من 250 طفلة تم تزويجهم قصراً لأسباب اجتماعية أو ظروف معيشية صعبة، ومعظمهم نازحين من الحروب أو استغلالهم لفقدان أولياء أمورهم أو تشريدهم. 6 نساء أقدمن على الانتحار في العاصمة صنعاء وإب والمحويت. موت 12 طفلة ليلة الدخلة في الحديدة وريمة وتعز والمحويت. موت 45 طفلة في أثناء الولادة، والبعض فقدت أيضاً مولودها في مستشفيات حجة والحديدة وبعض الأرياف. 120 طفلة تم نقلهم إلى المستشفيات في الأسابيع الأولى من الزواج. 69 طفلة مصيرهم غير معلوم إلى هذه اللحظة. ماذا لو أكملت الفتاة تعليمها وتزوجت بعد السن القانوني بقناعتها الذاتية؟ دعونا نتخيل أن هذا مجتمعنا، وهذه عاداتنا وتقاليدنا، ونظرتنا إلى الفتيات القاصرات كنظرتنا إلى الأطفال من الذكور. ماذا لو اكتشف كل فرد في المنزل أن الفتاة سبب سعادة كل الأسرة وتخفيف ضغوطات الحياة بنسبة 35% حسب الدراسات الموثوقة؟ كيف تقبل ببيع فتاة هي مصدر سعادتك في المنزل؟ دعونا نجعل مجتمعنا يطلق على من يبيع ابنته الصغيرة يتاجر بأطفاله ويعتبر مجرم في مجتمعه، وأن من يشتري فتاة تحت مبرر الزواج يعتبر عقد صفقة تجارية غير قانونية لشراء فتاة من أجل تحقيق رغبات جنسية وجعلها خدامة منزلية. دعونا نتخيل أن مجتمعنا لا يقبل بزواج القاصرات، وأن يعطيها الحق في إكمال تعليمها وأن تكون مهندسة وطبيبة وأيضاً مبرمجة ورائدة في العمل المجتمعي وخدمة الإنسانية وشريكة في بناء الوطن. دعونا نجعل الفتاة الصغيرة ابنتنا جميعاً، وحمايتها حماية لكل أطفال المجتمع، وأي انتهاك يحدث لها يضر بمصالح الوطن. أليس هذا التغيير ضمان لبناء دولة مدنية وحضارية ونموذجاً يحتذى به عالمياً، وأيضاً فخر للأجيال القادمة وتأسيس سلام دائم للعالم؟ أليس هذا كفيل باحترام العالم لنا ورفع شأننا بين الأمم وذكرى طيبة نفخر بها بين الأجيال؟ ألستم تتذكرون آباءكم وجميل ما صنعوه لكم؟ فلما لا تصنعون بصمة تاريخية للأجيال القادمة بأنكم حميتم حقوقهم وأصبحت حقوق الفتيات مصانة بوعيكم وقراراتكم وجزء من العادات والتقاليد التي يفتخر بها العالم؟ رسالتي إلى العالم: أيها العالم الحر والمتحضر، يجب أن نوقف جميعاً ضد هذه الانتهاكات التي تقتل نفوس ضحاياها ومعها تدمر أجيال تنشأ تحت رعاية أمهات منتهكات حقوقهم منذ طفولتهن. أخذن عنوة وهما يلعبون مع صديقاتهم إلى فراش الجنس ومن مقعد الدراسة إلى تحمل مسؤولية أسرة أكبر من أن تتحملها طفلة. يجب أن نقول وبصوت واحد: الطفولة ليست سلعة للبيع والأنثى ليست للتجارة، ويجب الاعتراف أن حياة أي طفلة في أي مكان في العالم يجب أن تتمتع بحقوق مصانة ومحفوظة. أيها المدافعون عن حقوق الإنسان، إن الأذى الجسدي والنفسي الذي يتعرض له القاصرات من شأنه أن يجرح وجه المجتمع ويشوهه، وقد يجد البعض صعوبة في تخيل مدى الآثار النفسي المدمر لضحايا زواج القاصرات. أيها الأدباء والمثقفين والناشطين الإعلاميين، يقولون أن المرأة نصف المجتمع وهي من أنجبت النصف الثاني، فلهذا هي المجتمع كله. أنا أقول أن انتهاك حقوق الفتيات هو انتهاك لحقوق المجتمع بأكمله، لأن الضرر الذي ينتهك حقها يترتب عليه انهيار المجتمع كله، لأنها ستكون المربي للأجيال والمدرسة والأم.
فيجب أن تصان وتحفظ حقوقها ويرفع من شأنها حتى ينعكس كل ذلك على مجتمعنا منذ طفولته. فقد أصبح احترام الفتاة أو انتهاك لحقوقها مقياساً مهماً لتقدم المجتمع ومدنيته أو تخلفه، ذلك لأن انتهاكات ضد الفتيات واحد من أسباب ارتفاع الجهل والتخلف وضعف الروابط الأسرية، وهو الأمر الذي يستوجب على الجميع مناهضته والوقوف في وجهه بجدية وحرص وإيمان. إن الحكمة تقول إذا أردت رجلاً مثقفاً واعياً فعليك بتربيته قبل ولادته بعشرين عام، وذلك من خلال إعداد أم مثقفة وواعية منذ صغرها، وهذا لن يكون إلا في مجتمع يحترم المرأة ويسن حقوقها ويولي تثقيفها ورعايتها، ويجب اعتبارها نصف المجتمع كإنسانة فاعلة ومؤثرة. إنني أحلم بيوم أجد فيها القوانين التي تشرع زواج القاصرات قد جرمت هذا الفعل الشنيع، وهذا سيكون بتكاتف الجهود في كل مكان للوقوف في وجه هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة. شاركونا في هذه الحملة أطفال الحروب سفراء السلام.